السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بنجرب طريقة جديدة اليوتيوب أعلن عنها وشجعنا في إن احنا نستخدمها، وهي طريقة البريمير. فده أول فيديو نعمله بهذه الطريقة ونشوف الأخبار إيه. الطريقة إن الفيديو بيبقى متسجل وبينشر في وقت ما، يعني بيبقى متجدول بحيث ينزل بعد يوم او اتنين او تلاتة في توقيت معين. ولما ينزل الفيديو هيبقى شغال فيديو مسجل بس بطريقة البث المباشر، يعني اثناء الفيديو ما هو شغال يقدر المشاهد يكتب الكومنت او التعليق بتاعه او يسأل السؤال، او والمشاهدين يقدروا يردوا على بعض، وانا برضو ببقى متواجد اقدر ارد على الاسئلة. دي ميزتها عن البث المباشر ايه؟ ان الواحد ما يبقاش ملخوم بالاسئلة والتسجيل في وقت واحد، الفيديو متسجل وشغال في نفس الوقت الواحد يبقى مركز مع الاسئلة والتعليقات ويقدر يرد عليها اثناء تشغيل الفيديو. فالنبادة عملنا فيديو كده عن البرولاكتين، لان جالنا اسئلة كتير عن البرولاكتين، زيادة البرولاكتين، أسبابه وما إلى ذلك. خلينا نشوف كده طريقة البريمير دي شغالة إزاي. يلا نبتدي. هرمون البرولاكتين أو هرمون الحليب، هرمون بتفرزه الغدة الدرقية. هنا رسمة بتبين فين غدة البتويتري في المخ، وتقع تحت غدة صغيرة اسمها هايبوثالامس. الغدة النخامية بتفرز البرولاكتين وهرمونات أخرى، واللي بينظم عمليتها الإفرازية غدة أخرى اسمها هايبوثالامس. فازاي البرولاكتين بيطلع ولما بيوصل للمستوى الطبيعي ازاي بيتقطع؟ عملية فيدباك ميكانيزم، ودي شرحناه قبل كده. الهايبوثالامس بتطلع حاجة اسمها DA، دوبامين وجونادوتروفين، جونادوتروبين ريليزنج هرمون، الاثنين اللي تحت الهايبوثالامس دول بيأثروا على البيتويتري، الفص الأمامي anterior pituitary. هذا يبتدي يفرز برولاكتين ويبتدي يفرز نوعين تانين من الهرمونات اسمهم FSH follicular stimulating hormone و LH luteinizing hormone. الهرمونين دول ال FSH وال LH تأثيرهم على المبايض الأوفري، البرولاكتين تأثيره على الصدر. لما البرولاكتين يوصل للمستوى المطلوب بيعمل حاجة فيدباك ميكانيزم زي ما احنا شايفين بالأحمر، يرجع للهايبوثالامس عشان يقلل من إفراز الهرمونات اللي بتفرز بالهايبوثالامس. فلما تقل يبتدي البيتوتري تمسك نفسها وما تفرز برولاكتين، وهكذا الدايرة مستمرة. والغدة دي بتفرز هرمونات كتيرة قوي زي ما موضحين هنا في الرسمة، بالإضافة إلى هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب، هرمون الأوكسيتوسين، وبيشتغلوا الاثنين برضو على الثدي بتاع السيدة أو الراجل حتى، وهرمونات أخرى كثيرة بتنظم وظائف الأعضاء المختلفة من الجسم. إيه أسباب زيادة هرمون البرولاكتين؟ الهرمون ده موجود بصورة طبيعية في الرجل وفي حدود نسبة لا تزيد عن 15 نانو جرام برملي، وفي السيدة الطبيعي بتاعها بتكون حوالي 25 نانو جرام، ولما بتدخل في عملية الحمل والولادة بتزيد النسبة 10 إلى 20 ضعف هذه النتيجة. هرمون البرولاكتين مهم جدا في المرأة لأنه بيحضرها ويحضر جسمها للمولود الجديد وتوفير الحليب الضروري له. أما في الرجل فوظيفته مش معروفة بالضبط، ربما تكون مرتبطة بالإشباع الجنسي عند الرجل. أما أسباب زيادة هرمون البرولاكتين في الرجل فهو يا إما الغدة البتويتري، الغدة النخامية فيها خلل وفيها اضطرابات، أو التعرض لحالات التوتر والإرهاق الشديد، عدم الالتزام أو ممارسة الرياضة، وأيضا بعض الأمراض مثل أمراض تليف الكبد.
أما زيادة الهرمون بالنسبة للمرأة فهي نفس الأسباب التي ذكرتها للرجل مع أسباب أخرى، فقد يزيد هرمون البرولاكتين نتيجة تعاطي بعض الأدوية كما هو الحال في أدوية منع الحمل، كما إنه بيزيد في حالة تكيس المبايض، وأيضا بتزيد نسبة البرولاكتين بشكل فسيولوجي لما يتم تدليك ثدي المرأة بعد الولادة، فهذه الأمور بتزيد هرمون البرولاكتين. سبق وعرفنا هرمون البرولاكتين وأهميته وأسباب زيادته سيان عند الرجل أو المرأة. إيه الأعراض التي تحدث عندما يزيد هرمون البرولاكتين؟ بالنسبة للرجل قد يفقد القدرة الجنسية شهوة جنسية ويصاب بضعف الانتصاب وربما يصاب بعدم القدرة على الإنجاب وفقدان الخصوبة، أيضا يشعر بضغط على أعصاب العين وربما صداع، وفي الحالات اللي فيها زيادة كبيرة في هرمون البرولاكتين ممكن يحصل عنده تثدي كبر حجم الثدي عند الرجل، وايضا ممكن يحدث فقدان لشعر الوجه وشعر الجسم عند الرجل. زي ما واضح في الصورة التوضيحية، اضطراب بصر الرجل، انخفاض في نمو شعر الوجه والصدر والجسم، تضخم في حجم الثديين، وممكن تسرب افرازات حليبية من الثدي، وبرضه مشاكل في تذوق الطعام وضعف شديد في الانتصاب وربما فقدان الخصوبة والعقم وهبوط حاد في الرغبة الجنسية وربما ألم عند الجماع. وهنا صورة بتبين صدر الراجل الطبيعي وصدر الراجل المتضخم اللي عنده تثدي أو جينيكو ماستيا. أما بالنسبة للمرأة فيؤدي زيادة هرمون البرولاكتين إلى تأخر واضطرابات في الدورة الشهرية، ربما يؤدي إلى ظهور شعر في أماكن غير عادية في جسم المرأة، ربما يؤدي إلى الصداع والتوتر عن المرأة، وأيضا قد يؤدي إلى ألم وثقل في الثديين، ومع ألم الثديين قد تلاحظ المرأة خروج إفرازات حليبية في أوقات غير الرضاعة وغير الولادة، ربما يؤدي إلى جفاف آلام في المهبل. هذه هي الأعراض التي تظهر عند الرجل أو السيدة عندما يرتفع عندهم نسبة هرمون البرولاكتين. بنعرف ازاي هرمون البرولاكتين ده زايد؟ بطريقتين، بتحليل الدم نشوف نسبة هرمون البرولاكتين في الدم، وفي طريقة تانية وهي الكاتسكان عشان نعمل كاتسكان على الدماغ ونشوف هل في أورام في منطقة البتويتري وبالتالي احتمال ان يكون في خلل واضطرابات في غدة البتويتري اللي هي الغدة النخامية. طيب علاج الهرمون البرولاكتين عندما يرتفع، إذا كان هرمون البرولاكتين ثابت إنه مرتفع عند الرجل فالعلاجه إنه بياخد بعض الأدوية التي تثبط من مفعول هذا البرولاكتين أو تثبط الغدة النخامية من إفراز البرولاكتين لو كانت هي السبب. ومع هذا العلاج الدوائي ينصح أو لابد إن المريض يتبع أسلوب حياة صحي، تمارين رياضية وغذاء صحي مناسب.